موضوعنا اليوم بفقرة فامي مشاهدينا هو الباد باستشر عند أولادنا أو الوضعية السيئة. موضوع كتير مهم أنه نطرحه هلأ خاصة مع بداية السنة الدراسية لما بيرجعوا على صفوف ووضعيتهم هن وقاعدين، كمان لازم نركز عليها وحتى هن وعم بيدرسوا، وكمان اللي ما فينا نهرب منه السوشيال ميديا والأجهزة الإلكترونية اللي بتخليهم ثابتين بوضعية معينة لفترات طويلة. كل هالأمور راح نطرحها على ضيفنا الدكتور وسام من أولى. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا. حضرتك دكتور بالعلاج الفيزيائي، موضوع كتير مهم خاصة أنه حوالي نصف أطفال أمريكا بيعانوا من الوضعية السيئة أو الباد باستشر. هلأ يمكن كتار منا بيعتبروا أنه منا مشكلة كبيرة، منقول له جلس وبتنحل، ولكن إذا ما تعالجت بعمر ممكن تؤدي لمشاكل لاحقا. مزبوط. الباد باستشر هي شغلة، إذا بدك هي أساس مشاكلنا بالمستقبل، من هون بتبلش. شغلة كتير مهمة وكتير كبيرة، يعني إذا ما عالجناها وما عرفنا نلقطها بالبكير عند أولادنا وخصوصا الأهل، بالمستقبل حيصير في عنا مشاكل كتير كبيرة هلأ بنحكي عنها. شو هي الباد بوستر؟ الباد بوستر هي كل شيء بيبعد عن النور. في عنا نورم معين، هلأ بنشوف في صورة بتدل هيدا الشيء. هيدا النورم معين نورم يعني لوضعية الجسم مزبوط. السليمة مزبوط. عنا خرزاتنا بيكونوا بالبوزيسيون معينة، بس يبلشوا خرزاتنا يبعدوا عن هالبوزيسيون المزبوطة نبلش نقول باد بوستر. هلأ بأول صورة بتبين بنقدر نشرح معها أكتر. في عنا أكس بيقطع من راسنا، هو هيدا الأكس بيقطع بين كتافنا، هيدي الصورة. مزبوط، هيدي أول صورة. بيقطع بنص الرأس إذا ملاحظين، بيقطع بيوصل على ليك الرقبة، بتكون وراء الأكس. هيدي المزبوطة أول صورة اللي هي عشرة نازل بالنص، خرزات الرقبة بيكونوا وراء الأكس، خرزات الظهر بيكونوا وراء الأكس، بننزل على كعب الظهر بينزل الأكس بنص الخرزات، بنوصل على البسان على الحوض بنوصل بنصه، بنص مفصل الورك، بنص الجنو، وبنوصل على الإجل. هي بالحالة الطبيعية، هيدي الحالة الطبيعية. بس نبلش نبعد عن الحالة الطبيعية ببلش عنا الباد بوستشر. لكن كيف بنلاحظ انه خرزات الرقبة بالجود بوستشر كانوا ورا الأكس، بالباد بوستشر صاروا قدام الأكس. لكن كيف راح الراس لقدام؟ يعني بأول صورة الراس كان لاقي على الكتاف، ما في شيء عم بشده تيجلس، كان هو جالس. بتاني صورة بالوضعية السيئة تقله كله على العمود الفقري. لا بالعكس، أول وحدة كانت تقل على العمود الفقري اللي هو عمود قوي بيقدر يحمل. تاني تقل صار على العضلات، هلأ بنشرح شو بصير بعدين. يعني صار الراس كان رح يقلب لقدام، مين بده يجلسه؟ العضلات. نوصل على نص الظهر، ليك الظهر كيف بعد عن الأكس لورا. نص الظهر، كعب الظهر، الخرزات كانوا بنص الأكس صاروا قدام الأكس. البسان عمل روتيشن لورا، برم لورا، وكفت كلها نزول. يعني ضغط كتير قوي على العضلات بعدة أماكن بالعمود الفقري. مظبوط، بتبلش من تحت من البسان وبنوصل لفوق، وبنوصل بنلاحظ إنه فوق في عنا قصر طوله للشخص. يعني حتى مش بس شو بيصير عنا او شو استاتيك، بتأثر على الطول، كمان الطول بتأثر. دونك هيدي ان جنرال سريعا شو هو الباد بوستشر. هل في عده انواع من الوضعيه السيئه؟ طبعا في عنا كثير انواع من الوضعيه السيئه. في منهم بتخلق معنا جينيتيك. هلا نحن بدنا نحكي اكثر شيء عن اللي عند التلاميذ، اللي هي بنشوف انه في بوزيسيون اللي هي بوزيسيون القعده. يعني بنوصل شو الاسباب، يعني شو اسباب هالباد بوستشر عند التلاميذ. بيقع هالولد بيحمل هالشنطه اللي هي بتصير تقريبا وزنها تلتنا كتير، وحكينا كتير عن هالموضوع خاصة وزنه. عنا بلبنان قديه عدد الكتب، قديه وزن الكتب بشكل ضغط على الظهر والعضلات. تلاقيه ضعيف حامل شنطة هالقد يعني على ظهره، بتوصل لأوقات لتلت وزنه أو لربع وزنه، اللي هو مضطر يشد لقدام تما تشده لورا بتقلبه. دونك صرنا بلش بالباد بوستشر وهالوزن. هون شو عم بيصير؟ عم نضغط على برافو، والوزن عم بيضغطنا على الخرزات، عم بيقربوا على بعضه. وصلنا على المدرسة قعدنا من 8 لتنتين 3 6 7 ساعات على فار بوستشر، قاعد على بنك خشب. صح. بعد شوي بده يزحط لوحده مزعج. بده يقعد هيك باخر من ثاني نهار، ما عنده شيء لايداه عليه. فيري جود، ما عنده شيء لايداه، بصير قاعد هيك. شو صار فينا؟ صارت الرقبه قربت لقدام، الراس مكب لقدام، عضلات الرقبه صاروا عم بيشتغلوا يشدوا تيجلسوا الراس تما يقلب. خلصنا هالست سبع ساعات، حملنا هالشنطه، رحنا على البيت، قعدنا لنتغدى، قاعدين عم ناكل، كمان زيت البوزيسيون بونشي لقدام، راسنا لقدام. خلصنا غدا قعدنا على الدرس ساعتين ثلاثة، صرنا بنهار كمان راسنا منحني وتقل على عضلات الرقبة. صرنا آخر النهار 8 9 ساعات قاعدين بوضعية كتير غلط،
خلصنا والاحلى من هيك بيوصل الولد تيتسلى ضغط اضافي بيلقط هالفيديو جيمز او هالتليفون وبيقعد بصير يلعب بيخلص النهار بفوت على النوم كذلك دواليك سنه بعد سنه بعد سنه 20 يعني نحن بنقضي مينيموم 20 21 سنه من حياتنا على الدراسه هي اذا ما عملنا ماسترز ما عملنا دكتورايات صرنا ل 30 سنه يعني بعد عم نحصل كمان على شهاده بالوضعيه السيئه برافو عليك وبطل فينا نخسر ما حدا بده يقشطنا اياها بعدين دكتوره حتى بطل في حدا يقشطنا اياها دونك هيدا الوضع كله سيء كثير وما تتخيلي شو المهم انه الاهل يعرفوا يكتشفوا هذا الوضع بكير ونجرب نصلحه يعني هالحاله او هالمشكله بتظهر مع يعني دخول الولد على المدرسه هي او ممكن قبل ليكي الاسباب مثل ما قلنا هيدا في عندنا سبب الوراثي يعني نحن منخلق منشبه بينا بقول هيدا ليك جسمه مثل بيو او مثل امه يعني بكون البي عنده انحناء حتى من ورثه لاولادنا هلا اذا صححناه شوفي شو حلو اذا صححناه مع الوقت بنقدر نورثهم الوضعيه الصحيحه بالمستقبل هي شغله كثير مهمه دونك منورث نحن عنا مشكل معين بس هالمشكل بعمر معين بعدنا مليابل بعدنا بنقدر نظبطه دكتور نقولها هل الوضعية السيئة ممكن تكون ناتجة عن مشكلة بالظهر مثلا سكوليوسيس طبعا طبعا سكوليوز هو اذا بدك حلقه واحده التريتمون تبعه له شي حكينا مره بحلقه عن سكوليوز لانه حتما بتفرض عليه وضعيه معينه يعني بالاضافه لكل اللي عم نحكي اذا ولد عنده سكوليوز شوفي شو بعد ممكن يصير يعني كل هول عم نحكيهم عم نحكي على ولد ما عنده سكوليوز قلنا عنده سكوليوز انفرادا عنده سكوليوز وخصوصا البنات اكثر عندهم الصبيان سكوليوز شوفي شو ممكن ينتج مشاكل بالمستقبل اللي هلا بنحكي عنها مشاكل بالعضلات وبالخرزات هالمشاكل اذا بدك هن بتبلش نحن اول شيء لنحكي في عنا صوره هلا بتبرهن العضلات تقريبا كيف بيشتغلوا هن اللي اكثر شيء بتاثروا العضلات هن ببلشوا هون بعدين بتصير بالمستقبل بتصير بالعظمه وبالخرزه وبالتندون بكلها كله سوا العضل نحن عنا عضلات من قدام عم نشوف صورة الصورة اللي بعدها بعد بعتقد صورتين عضلات من قدام بعد وحدة اوكي ذس وان عندنا ليكي في عندنا هيدا الابيض هو الكولون فيرتبرال وراء في عضلات من وراء ومن قدام هو عضلات من قدام العضلات اللي وراء بجلسونا بشدوا تيجلسوا عضلات اللي من قدام بشدوا تيطعجونا السايدز من كل ميله بيعملوا انحناءات على كل ميله وكلهم سوا بيشاركوا بالروتيشنز بالبرمه اوكي العضلات اللي ورا والعضلات اللي قدام هن عضلات بيشتغلوا عكس بعضهم يعني بنسميهم اغونيست وانتاغونيست يعني عضلات اللي ورا تيشدوا لازم عضلات كل ميله بتشد لعندها بتشد وحده يعني اذا اثنيناتهم عاده الراس بيعطي امر انت بدك تجلسي بيعطي امر لعضلات اللي ورا تيشدوا وبذات الوقت بيعطي امر ثاني لعضلات اللي قدام تيرخوا لانه اذا اشتغلوا مع بعضهم بشدوا عكس بعضهم مثل عم بيعملوا كباش بتوقف الحركه بطل في حركه دونك نحن 10 و20 سنه عضلات اللي ورا عطونا عم بشدوا ليش لانه نحن طابين لقدام و10 و20 سنه عضلات اللي قدام ما عم بيشتغلوا شو اللي بيصير تشنج دايم بالظهر وارتخابه عضلات الادمنيه اللي قدام بيضعفوا عضلات المعده اللي هن هاي مشكلة كبيرة. اساس المشكل هو كعب الظهر عضلات اللي من قدام بيرخوا والمعده تحديدا وعضلات اللي ورا بشنجوا شو يعني بشنج مش يعني بيقوى اول شيء بيقوى بعدين بصير يشنج بيتقلص حجمه للعضل بيلتهب التوندون بعد فتره بصير في عنا ضغط كتير كبير على الفيرتيبر بتضغط على الخرز على الديسك بصير في عنا ايرني بصير في عنا فتق وبيرجع بالمستقبل بصير في عنا تكلس يعني بنوصل نحن بعدين بالاضافه عم نحكي نحن في عنا عوامل زياده قديش بنقلب بحياتنا قديش بناكل ضربات هو كلهم عوامل زياده بيزيدوا من هالمشكله بنوصل لعمر 20 سنه عم نبلش نشوف مرضى كثير صغار او اقل بالطعشات عم نشوف عندهم ديسك عندهم التهابات دونك عاد ما لازم يكون في عنا هذا الشيء بنوصل لمطرح اوجاع ومشاكل بالعضلات والظهر ما بنسمع فيها الا بعمر متقدم عم نشوفها كثير عند الصغار قبل كنا نشوفها من الأربعين وبطلوع هلا صرنا بنشوفها عند الاولاد يعني مش غريب انه نشوف شاب او صبيه باول العشرينات معهم ديسك بيكون لا عمل اكسيدون لا قالب لا هيدا كله من وراء هيدا الموضوع دكتور انه غير الضغط على العضلات في مشاكل اخرى كمان بيعاني منها الشخص اللي عنده وضعيه سيئه او وجع راس ميجرين برافو بس نصير بالمشكل يصير بالفيرتابر ونصير بالارني يعني صرنا بالموال ابينير يعني صرنا بالدوده دوده الظهر يعني الاعصاب اللي بتروح يعني ممكن انا من رقبتي فيري جود ممكن من رقبتي انا اعمل ميجرين كثير قوي وما اكون عارف ليش وممكن من رقبتي تصير تنمل ايدي وينملوا صبيعي من وراء انه بلشت ضغط
العضل تعب، شنج، ضغط على الخرزات، ضغط الديسك، ضرب على النار، وصار في عنا التهابات بالنار، صرنا بمطارح كتير كبيرة، ممكن نوصل لعملية. ممكن نوصل لعملية وبتأثر على المزاج أكيد تركيز بالمدرسة كمان، الولد طبعًا. اللي قاعد وموجوع بوضعية بسبب وضعية سيئة ما رح يقدر يركز. بدي أقول لك أخف من هيك، إذا مش موجوع، إذا متضايق من القعدة بس ما بدي أقول لك موجوع، متضايق كيف بده يركز؟ دونك قاعد هالولد كل هالوقت على مطرح كتير مش مريح، على مطرح بونشي، بعد شوي صار تعبان، صار معصب، طبعا ما رح يقدر يركز، رح يخف عنده التركيز. البدني كمان من الأسباب طبعا، لانه شفنا نحن هون بهالصوره وقت كعب الظهر، كعب الظهر راح لقدام، بس يصير في وزن على البطن. كل كيلو ببطننا 4 كيلو على خرزاتنا، يعني كل كيلو عم بشدنا لقدام 4 كيلو. هيك الكيلو واحد بصير 5 كيلو على الحوض، 7 كيلو على الجنو، 14 على الشوفي. دونك البدانه هي شغله كثير مهمه، واكيد قله الرياضه كمان عامل اساسي. طرحنا المشكله بدقه دكتور نيكولا، خلينا نحكي كيف ممكن نعالجها، كيف الحل؟ ممكن نتوقع منها. مزبوط، الحل شغلة كتير مهمة، وإذا بدي أقول الأهل هن اللي ممكن يحموا يخلصوا أولادهم ولا لا. يعني أنت بتشوفي ابنك من هو صغير بين عليه أنه البوستور تبعه حاني مش ظابط، دونك أول شغلة بدنا نبلش نعلمه إياها لأبنا، نعلمه كيف يتجلس. يعني منقول لأولادنا منقول له جلس كتافك، بيكون هو بطنه لقدام، بيعمل ثواني او 10 ثواني، لا بيعمل هيك، لكن شكلنا شو غلط، ما بيقدر يجلس هيك لانه بعده المشكله الاساسيه بالكور هون بالمعده، المعده قلنا ضعفت، بدنا نعلمه نقول له بس قلك جلس ابلع معدتك. نعم بين هيك اللي هي ما بنعرفها من صغرنا، ما بنعرفها كلنا، بس ما تلاقي شخص عنده كور برافو او معده قويه بغض النظر عن القوه، اتس ريفلكس. يعني الولد من هو وصغير كل ما بلشت بكير كل ما هالريفلكس كان اسهل تعلميه. يعني نحن اول شغله بدي اقولها للاهل، علموا اولادكم بس تقولي له ماما انا بس اقول لك جلس يعني بلع بطنك، انسي كتافك، نسيهم كل شيء. اذا خلى هالشيء بباله بكل الاوقات، هو قاعد هو واقف هو ماشي شد معدته، هلا بقول لك بصير غير شعوريا بشكل دايم، بعدين بصير ريفلكس، بصير وقتها يقعد غلط يلاحظ حاله هو غلط، عرفت كيف؟ بتصير هو مجلس عارف حاله مزبوط. بعدين دونك مشان هيك بس نقول لقبلنا جلس او جلس كتافك، لازم يفهم، لازم نكون مفهمينه مزبوط انه بلع معدتك. يعني بنعرف من حالنا كم مره خلال الحلقه المخرج بقلنا جلسوا جلسوا، يعني حتى مزبوط. نحن على كبر بننسى حالنا اوقات. دونك هون بتبلش مع الام اللي هي بتوصل على البيت عم بتدرس، دونك هي وقاعده مع ابنها قاعدين على بوزيشن، على طول بدها تنتبه له، بدها تضل تعد له اياها كل العمر ليبطل يرد عليها، يعني البط بعد 18. دونك اذا نحن بلشنا بكير ابننا رح يكتسب هالخصله المنيحه ويقدر يجلس بعدين وحده. شغله ثانيه بس نخلص درس، امنعه بليز الفيديو جيمز بنص الجمعه، التلفزيون، الكمبيوتر، كل الاشياء الالكترونيه، خليه يقوم يلعب مع اخواته، خليه يقوم يلعب بالبيت. اكيد سمعتها دكتور نيكولا الخبرة بعد دراسه طويله، قالوا اذا كملنا بالطريقه اللي نحن عايشين فيها والوضعيات اللي نحن فيها ان كان للاجهزه الالكترونيه او التليفون، بعد 30 او 40 سنه تكويننا البيولوجي رح يكون فيري جود بهالبوزيشن، مزبوط، يعني رح تكبر رقبتنا كثير، رح يصير شكلنا المورفولوجي تبعنا فيري جود، رح تغير. دونك الحل بصير من هون، وهيدا حل كتير مهم، 90% بالبيت من العلاج. نعم. من الوقاية، يعني إذا منع استعمال الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة، هيدا بنص الجمعة، بالويك أند كمان بيتحدد لوقت. هون عم نشوف الصورة، هيدي الوضعية اللي كنا عم نحكي عنها، ليكي كيف قاعدين، كارثة، عم نحكي ساعات. هيدا الشخص، برافو، هيدا الشخص شوفوا يا شباب حامل التليفون، ليكي راسه كيفو صار تقريبا عم بصير باراليل مع إجري عضلاته، ليكي إذا منشوف الأخضر فوق هيدا التونسيون، معدته قدام مرتخية قدام بين، أنصح بالصورة باريبو. الأولى ليكي تاني مال كيف مجرد ما حط إيده تحت كتف وحط إيده تحت جلسة رقبته، جلس عطى سبورت أو دعم، لقط بطنه، حط إيده على بطنه، دعم بطنه، دونك كمش الكور تبعه، جلسة رقبته صار الرأس، صار العضل مش عم بيشتغل هون، صحيح، صار العضل مرتاح، الراس لاقي على كتافنا وما بقى في عنا ابدا اي تنسيون على على الرقبة. على الرقبه. دونك بس نخلص لازم نقوم الولد يتحرك، يعمل اكتيفيتي، يقوم يلعب مع مع اصحابه، يلعب مع اخواته، يلعب بالبيت، مش مشكله اذا خرب شوي، ما عليه، ما هو 9 ساعات قاعد، يعني باخر شيء ليتحرك الدوره الدمويه تبعه ليقدر يفرغ هالطاقه اللي عنده كمان، وخلال الدراسة ويرخي العضلات فيري جود، وخلال الدرس كل نص ساعه تقول له قوم امشي 3 دقائق. في اكزرسيس كتير حلو هذا بيعملوه المودلز، فيها تعملوا الام بالبيت اذا لاحظت انه ابنها عنده مشكل زايد، دونك بنحط كتاب على راسنا بنقول له نحن عم نقرا، بنلاقي له كوي بنقول له اقرا انت والكتاب على راسك، تما يقلب الكتاب مضطر يجلس،
هو نعم. قاعد بس نخلص نص ساعة مثلا بدنا اياه يمشي بعد نص كل نص ساعة من الدرس يقوم يمشي دقيقتين ثلاثة حط الكتاب على راسه يمشي برافو حط الكتاب على راسه حطي له حواجز بالأرض تكاية شغل يلعب يفشخ فوقهم يقعد ويوقف وهو جالس بيتعلم كيف يعمل أوتو إلونغاسيون بنسميها نعم. كيف العمود الفقري بيسحب لفوق وبيجلس هيدا اكزرسيس كثير سخيف وكثير بايخ ما في أي كلفة ما بده أكتيفيتي ما بده مصاري في يعمله الأهل بس بده إذا بدك مسابر عليها نعم. بدها خصوصا طولة بال شوي بدها طولة بال لأنه بهالطريقة أنت بتكوني عم تحميه من أوجاعه كل العمر بالمستقبل وكثير مهم إنه نشرح للولد ليش عم نعمل هالحركات وهالإكزرسيسات ونتيجة الوضعية السيئة مزبوط فينا بصور كثير بسيطة على جوجل فرجيه الفرق ونفرجيه بالمستقبل شو ممكن يصير تيعرف يجلس هيدا الولد وبالإضافة للسبور الرياضة اللي لازم يعملها ما بتكفي ساعة بالجمعة أكتيفيتي يعني احنا قاعدين يعني بالنهار يعني البقايه منا صعبه البقايه منا صعبه بايخه نعم. كثير ما بدها مصاري ما بدها كلفه بالاضافه اذا بنقدر نعمل اكتيفيتي يعني مش كل اهل فيهم يقولوا له ياخذوا ابنه يعمل اكتيفيتي سباحه مره بالنهار كل يوم ساعه نعم مش كل الاهل فيهم صحيح مجرد ما نحن ننتبه على هالتفاصيل الصغيره هالتفاصيل اللي حكيتهم هن 90% من الحل شوفي شو مهم نعم. 90% من الحل دكتور نقولا ايمتى هل العادة السيئة الباد هابت بتتحول لمشكلة؟ وقتها ما حدا بينتبه للموضوع بتصير تزيد بصير الانحلة تبعنا يزيد بصير راسنا يروح لقدام أكتر بصيروا خارزاتنا وعضلاتنا يتعبوا بس يتعبوا بصيروا يضغطوا على بعضهم بصيروا يلتهبوا منوصل بالمستقبل عنا تكلس نعم. ما بنقدر نعمل شيء مفوت عمل عملية عنا ديسك إرني فتق بالديسك بيضرب على الدودة بيضرب على الموال إبينيير يعني بالنسبة لولدنا لازم ننطر حتى هو يشكي من أوجاع معينة أبداً. أو قلة تركيز ما رح يشكي قبل نعم. 15-16 الولد أو هلأ عم نشوف أبكر يعني 12-13 بس بهالوقت نحن عنا البيبرتي بتبلش عند الصبي من 12-13 من بعد البيبرتي ببلش يقسى البنت من 10-11 من بعد البيبرتي ببلش تقسى بنصير لنجلس بنصير أصعب بس منقدر نرجع نجلس ما في شيء مستحيل بس كل ما بلشنا بكير كل ما هو سوبل أكتر كل ما هو طري كل ما عضلاته بعدها جديدة منقدر وبيقدر يكسب هالعادة أسرع نعم. يعني منقول العلم في الصغر كان نكش في الحجر نعم. يعني كل ما علمناها العادة الصحيحة بكير كل ما وصلنا بعدين ملاقيه جلس وحده من دون ما نحن نرجع نعم. نقول له لأنه صارت عادة بالنسبة له العلاج الفيزيائي شو دوره بحاجة العلاج الفيزيائي العلاج الفيزيائي هو شغل كتير مهمة يعني إذا الولد أو الأهل ما عم بيقدروا إذا هون عم نحكي بعدنا ببكير إذا لاحظوا عنده باد بوستشر وما عم بيقدروا أو ما عم بيقدروا يعرفوا يفهموا شو الوضع العلاج الفيزيائي كتير مهم بيجي الفيزيوثيرابيوت يعرف يعطيه إكزرسيسات يعلمه عليهم يشيك إذا هو بأي عمر ممكن فينا نبلش بثلاث أربع سنين بس يبلش يفهم علينا ممكن؟ إيه؟ ما بيكون كتير طري بعد الولد لو هالقد صغير وما بيفهم ما مفوته على المدرسة أوكي. ما بلش يتعلم ويحفظ ما محمله شنطة قد وزنه ويبعته هو كتير فهمان كتير واعي بس بدنا نعرف نوصل له الفكرة إذا الأهل مش قادرين يعرفوا يفصلوا الفكرة يروحوا عند أخصائي يروحوا عند الفيزيو ببلش يعلمه بس نكبر صير عنا مشاكل كل مشكلة في ألا حل عند الفيزيو يعني إذا في عنا التهابات في عنا تريتمنت معين نقدر نشتغل على العضلات نرجع نفوت الدم على العضلات نعم. العضل بس يشنج بطل يفوت عليه دم مزبوط بس ينقص الاكسجين بصير في عنا انفلاماسيون مانك دوكسجين ايغال انفلاماسيون دونك بيرجع الفيزيوثيرابيوت بفتح على العضلات بيرخيها مش بضعفها بيرخي هالتشنج تيرجع يفوت هالدم تيرجع العضل يشتغل مزبوط ويروح الالتهاب صار عنا ضغط على الخرزات بيعرف كيف يرخي هالخرزات يرخي هالعضلات تيرجع يخف الضغط علاج طويل من هالنوع ايه اذا وصلنا عم نحكي ارني عم نحكي فتق بالديسك نعم. علاج طويل. كل ما نحن بعد ما وصلنا للديسك وما وصلنا للنار العلاج بيكون أهين كل ما بلشنا نبعد كل ما صرنا علاج أطول وأطول وأطول نعم. لنوصل للتكلس اللي ممكن نوصل علاج صح. بيضل يعمل علاج كل الوقت أوقاتنا بنضطر نلجأ للجراحة قبل ما أحكي عن هالنقطة للأسف هالمعلومات والنصايح اللي عم تقدمها دكتور نقولها كتير مهمة ولكن بالرغم من هالشي في كتار من الراشدين بنشوفهم عندهم وضعية سيئة هون شو الحل؟ الراشدين صرنا أصعب بس ما في شيء مستحيل مثل ما قلت بدهم هن يعني خصوصا بس يبلش الوجع عندهم لأنه ما في يكونوا ببيت بوستر إلا ما يصير عندهم بس يبلش يصير وجع عندهم بده يبرموا على المشكل
يروحوا على الاساس شو المشكل. طبعا في حدا رح يساعدهم، رح يكون الحكيم عم بيساعدهم، رح يكون الاخصائي رح يساعدهم، الفيزيوثيرابيست رح يساعدهم، يقول لهم شو المشكل عندكم. المشكل عندهم هي الباد بوستشر، يعلمهم كيف يصلحوها، وساعتها هن بدهم يشتغلوا على حالهم، ما في حدا يشتغل عليهم الراشدين، بدهم يشتغلوا على حالهم. ما قدروا بصير الفيزيو يعمل لهم جلسات ليعرفوا يجلسوا. يعني نحن سكوليوز بيكون عندنا سكوليوز 30 دغري، بنقدر نخففهم ل 20 ولا 15 بالفيزيو. شوف بظرف قد ايه وقت علاج بيتراوح بين 3 و6 اشهر، بس نحن عم نحكي 30 دغري بدهم متابعه. اذا وقفنا بعد 3 او 6 اشهر بيرجع بترجع ما انت شو بتكون عملتي؟ انت بتكوني علمتيه على الوضعيه المضبوطه وصار لا. ريفلكس اهم شيء تصير ريفلكس، بصير بعدين هذا الباسيون بيرجع بيطول الشخص. يعني مزبوط مزبوط، يعني نحن بنخسر 2 تروا سنتيمتر 10 دغري. يعني قد ايه بالطول دي دغ؟ لا عم نحكي هون دي دغري، يعني مجلس شيء سنتي تقريبا، شيء بسيط. نعم. بس دي دغري ما بنحكي فيها، كلنا عندنا دي دغري. المجلس عنده دي دغري. عم نحكي سكوليوز، بنحكي اوقات 40 50 دغري 60 دغري، على قد بنوصل بنوصل هونيك للعمليه. بس كل ما نحن عم نحكي بمطرح فينا نصلح، كل ما صلح كل ما قد ما تعملي له جلسات. ما صلح البوزيسيون، ما صلح قعدته بالبيرو، بنشوف هلا في قعدات بالبيرو كثير بشعه، ما صلح قعدته بالبيرو السبب ما شلناه. القعده كثير مهمه دكتور، نقول الكرسي اللي بيقعد عليها الولد ده بالبيت هيدي شغله كثير مهمه. الكرسي لازم تكون يعني ريجلابل، يعني اشتروا لاولادكم كرسي مكتب نقدر نعليها ونوطيها لنقدر حسب طوله. يعني نحن بس نكون قاعدين عم ندرس بدنا نكون كواعنا لاقيين. نعم. انا هو كواعي بالهواء عم بدرس وعم بكتب، مين حامل كواعي؟ كتافي ورقبتي. كتافي. اوكي دونك هيدي واحد. اثنين بده يكون ظهري ضيق، يعني في صوره من هالصور بنكون حاطين له بالبيت، لفت له منشفه وحطيتها ورا ظهره، كل شيء طري. ايه مزبوط طبعا. الكرسي بدنا نكون المكتبه تكون تقريبا شوي خشب، مش خشب. مش اللي بيقعد اللي بيقعدوا عليهم بالمدارس كرسي 10 دقائق ربع ساعه انا وياك نضل قاعدين بدنا نحس ما بحمل هاي صار ربع ساعه بدنا نقوم نتحرك. مزبوط بدنا نقوم نتحرك ونرجع. دونك بدنا نحط له كوسان ورا ظهره، خليه يلقي ظهره، بنقرب له الكرسي مزبوط لتحت البيرو تيلقوا كواعه، ومنوطي الكرسي تكويعه يجوا يلاقيين يفتحوا تقريبا 45 دغري لقدام ولاقيين وبيكتب. اذا عم يشتغل على الكمبيوتر ممنوع الكمبيوتر يكون على جنب، بده يكون ستريت. نعم. بعد الكلافيه لورا يلقي كويعه، يبلع بطنه، شغله كثير مهمه هيدي يحفظوها. بلع رياضه تيقوي العضله لترجع يقوي العضله. نعم. المعده ابلع بطنك. دكتور نقولها شكرا لكل هالمعلومات، وقتنا كان طويل ولكن اكيد كنا بحاجه لكل هالنصائح والتيبس مع بدايه السنه الدراسيه. هو بالنهايه علاج مشترك بين طبعا. الاهل والولد والمتخصص ببلش العلاج بالبيت. نعم. مع الاهل. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. وقفي مشاهدينا وام تي في لايف بكمل مع ايت سمارت.